دلوقتي مشاهدينا هنروح لمدينة العلمين الجديدة ونتعرف من زميلنا كريم بيبرس الموجود هناك عن الجديد النهاردة في المهرجان، إيه الفعاليات والأنشطة اللي هتكون موجودة النهاردة. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا منى، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. الحقيقه ان احنا خلاص في نهايه الاسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديده في نسخته الثانيه، ولكن الحقيقه انه نهايه الاسبوع ده وبدايه الاسبوع الثالث في فعاليات كتيره جدا جدا منتظره كل رواد مهرجان العلمين الجديده. من اهم الفعاليات دي الحقيقه هي الفعاليات الرياضيه، ولكن تحديدا محبي السيارات هيكون ليهم الحقيقه فتره مهمه جدا الجزء ده. يعني بنتكلم على سبيل المثال مثلا كمان شويه، يعني كمان ساعة أو ساعتين من دلوقتي هتبتدي الاستعدادات والتجهيز لحاجة مهمة جدا، وهو رالي السيارات الكهربائية في مصر. رالي السيارات الكهربائية في مصر ده حاجة من الإيفنتات المهمة جدا اللي بتتعمل لخامس مرة في مصر الحقيقة. كلية هندسة جامعة عين شمس، ولكن تحديدا أكاديمية البحث العلمي اللي بتسعى بشكل عام للوصول لاستراتيجية مصر 2030 في التنمية المستدامة، ولكن تحديدا الجزء الخاص بتوطين الصناعة. المسابقة دي أو رالي السيارات الكهربائية دي عبارة عن شباب مختلفة وطلاب مختلفة من كليات هندسة ومبتكرين شباب صغيرين بيحاولوا ان هم يعملوا العربيات الكهرباء بنفسهم. تصنيع للعربيات الكهرباء كلها بتكون بمواد ومواد خام محلية بهدف ان احنا توطين صناعة السيارات بشكل عام، استخدام الطاقة المستدامة زي الكهرباء بدل طبعا من المحروقات المختلفة اللي بتأدي ليه التلوث المناخي بشكل عام. ولكن الحقيقة كمان انه المميز في الرالي ده انه بيكون في مسابقة بين الشباب كلهم، عشان في النهاية اللي بياخد الجايزة في النهاية او اللي بياخد احسن مشروع بياخد جايزة مالية وبياخد دعم كمان مهم جدا لتنفيذ المشروع ده. زي ما قلنا الهدف الاسمى والرئيسي هو توطين صناعة السيارات الكهربائية. الإيفنت ده هيكون مهم جدا من ضمن إيفنتات أو فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية. لكن الحقيقة أنه فعاليات السيارات ما انتهتش عند كده بس، الحقيقة أن احنا كمان يعني كمان يومين بالضبط هيبتدي أسبوع الموتور ويك. الموتور ويك هيبقى جزء مهم جدا برضو منه عدد مختلف من سباقات السيارات، سباقات سيارات السرعة على سبيل المثال، الدريفتنج والتحرك بالعربيات، هيكون كمان في للدراجات البخارية، الموتوسيكلات، الدراجات النارية، العجل اللي ليه موتور. الحقيقة كل الحاجات دي هتكون موجودة، سباقات مختلفة بأنواعها، وده طبعا بعد ما انه الحقيقة العلمين الجديدة كمان كانت حصل فيها طفرة في البنية التحتية وتحديدا الحقيقة الطرق، يعني تم تطويرها وخدت رانك ومكان عالي جدا في ترتيب الطرق بشكل عام على مستوى العالم، وده شجع الحقيقة انه محبي السيارات ومحبي سباق السيارات ان هم يكون ليهم الحقيقة جزء مهم جدا في مهرجان العلمين الجديدة. هنتابعها كمان الموتور ويك على مدار 8 ايام بداية من 16 أغسطس. لكن كمان الفعاليات الرياضية ما زالت مستمرة وليها دور مهم جدا، وتحديدا اللي موجودة في المنطقة الترفيهية على الشاطئ مباشرة. تابعنا طبعا كرة القدم، تابعنا كرة السلة، تابعنا كرة الطائرة قبل كده، وتابعنا كمان اللعبة اللي دخلت مصر جديد من سنة تقريبا هي الكورف بول، اللي هي بتجمع بين كرة السلة وكرة اليد على الرملة الشاطئية اللي على البحر مباشرة. لكن الحقيقة انه بكرة كمان هترجع الشامبيونز ليج الخاصة بالعالمين الجديدة، تحديدا الشامبيونز ليج النسائية. هيكون في بطولة الحقيقة لكرة القدم النسائية موجودة، هتبتدي بكرة بالفعل في المنطقة الترفيهية وهتستمر على مدار يومين جزء من فعاليات المهرجان. بالإضافة لده كمان الحقيقة الفعاليات الرياضية زي البادل مثلا، في طبعا يعني ملعب البادل اللي موجود في المنطقة الشاطئية الحقيقة انه هتبتدي فيه بالفعل النهاردة كمان مسابقة لجميع الأعمار لمدة يومين في البادل. ده بالإضافة لاستمرار أكيد الفعاليات المختلفة الخاصة بالحفلات الغنائية والحفلات الموسيقية اللي موجودة في مكانين مهمين جدا، المسرح الروماني واليو أرينا اللي موجودة الناحية التانية من الأبراج، أو مش ناحية الشاطئ، الناحية التانية مباشرة. الحقيقة إنه اليو أرينا بتنتظر الجمعة فعاليات مهمة جدا جدا، وهي أولها الفود فيستيفال أو مهرجان الطعام. وطبعا إحنا أكتر ناس عارفين إن إحنا كمصريين أول حاجة بندور عليها لما بنخرج هو الأكل، فالحقيقة إنه هيبقى مميز جدا اللي حابب يجي يدوق أنواع مختلفة من الأكل. هيكون في مميزة إنه أنواع مختلفة من الأكل محلية الحقيقة وعالمية، كله هيجي يعمل أصناف متنوعة من الأكل، وهنشوف مع بعض مهرجان كبير جدا موجود يوم الجمعة. بالإضافة لده حقيقة استمرار الحفلات الغنائية زي مثلا فرقة مسار إجباري هتكون موجودة، حمزة نمر هيكون موجود يوم الجمعة، وجيد ده مستون هو يعني مستهدف أكتر فئة الشباب، مسار إجباري و
وحمزه نافره حمزه نمره. كمان الحقيقه انه استمرار الفعاليات الخاصه بالممشى السياحي، يعني هنلاقي دايما انه السيرك القومي والفرق الفنون الشعبيه والثقافيه والترفيهيه ما زالت يوم بعد يوم بتتحرك على الممشى السياحي وبتمارس يعني بعض النشاطات المختلفه، لكن اهمها الحقيقه ان هي بتبقى في تفاعل بينها وبين الجمهور، يعني بنلاقي في تفاعل دايما مع الفرقه نفسها، الشباب بيخشوا يرقصوا شويه مع فرقه الفنون الشعبيه، الاطفال الصغيرين بيلعبوا مع السيرك، العائلات مبسوطه ان هم بيستمعوا للفرق الخاصه بيه زمان، يعني فرقه السمسميه من الاسماعيليه، فرقه المنيا، فرقه بورسعيد، ويمكن شفنا كمان التقرير بتاع الزميل محمود جميل لما كان عامله مع فرقه المنيا. الحقيقه يعني فكره التفاعل ده موجود على الممشى، يعني الحقيقه مميز جدا جدا جدا، عشان كده الفعاليات دي لسه مستمره لحد 30 اغسطس، واكيد هنتابع مع بعض باقي الفعاليات وبرجع لكم مره ثانيه. كل شكر ليك كريم بيبرس زميلنا من العالمين، قلت لنا النهارده كده تفاصيل كتير وتابعناها معاك، كل شكر ليك.